العبارة الأولى اللي سمعناها من اللسان ديالكم هو أنه عملتوا على تقريب الإدارة وإصلاح الإدارة للمواطنين تحت لواء سميتو لواء القانون فوق الجميع. سؤالي الأول، دخلتوا على جماعة اللي هي جماعة حداد اللي كتعتبر من أكبر الجماعات، وأكيد كان فيها رئيس سابق اللي سميتوه بأنه كان المنافس ديالكم. وأي جماعة إلا وعندها الفضايح، ما هدرتيش على الفضايح. السؤال الثاني، هدرة ديالك قرابة ساعة هدرتي على البيئة، هدرتي على الإدارة، هدرتي على الإنارة، هدرتي على مجموعة من الإشكاليات، وختمتيها بعبارة المواطن كيجي عندنا وما كان جبرو ما نقولوا ليه. شنو عندكم مازال عاد تقولوا في 2021؟ والسؤال الثالث، المستفيد الأكبر اللي كنشوفو دابا اللي جاوركم في الرئاسة هو السي والحي عبد الناصر. شفنا بأنه يعني الميركاتو الانتخابي مشى ودار الحمامة وطار وخلى القنديل، ما عرفت واش يشعل ولا ما يشعلش. تفاعل ربما اللي فيه استشعار بالمسؤولية وفيه استشعار بالمسؤولية الإعلامية. وصراحة فيما يخص بالإدارة، فيما يخص بالفضائح، حنا كنهضروا على الماضي وكنهضروا على الحاضر وكنهضروا على المستقبل. أي تسير فيه أمور اللي ربما جيدة وفيه أمور اللي ربما ما نقولوش قبيحة ولكن ربما غير حسنة. حنا منين دخلنا جماعة حدادن، جماعة حدادن كي قلت لكم قبيلة، كانت أول مرة كندخلوا المجال تدبير الجماعة، وأول مرة كيترأس حزب العدالة والتنمية جماعة. فعلا كانوا واحد مجموعة من الملفات في الماضي اللي استطعنا أننا نتجاوزها هكذا بصريح العبارة، أننا نتجاوزها حفاظا على استمرارية الإدارة وضمانا لمصالح المواطنين. ما نقولش عفى الله عما سلف، وما قلناش عفى الله عما سلف، ولكن كانوا لجان، كانت زيارات لواحد المجموعه ديال المسؤولين الجماعه، استطاعوا انهم يخرجوا في التقرير في الاخير ان الجماعه يعني سليمه من الناحيه الماليه، الذمه ديالها سليمه والاداريه، وهذا الشيء كامل خلانا اننا مشينا في تسيير الجماعه بكل جراه وبكل ما يقتضيه القانون من مساطير وقوانين. هنا حنا كنعيشوا في اقليم الناظور، وربما شفتوا وكي كنقول ديما الحمد لله ولكن لا شمتة، يعني الخوت ديالنا واحد مجموعه من المنتخبين في الاقليم وفي الوطن ككل، يعني كاين اللي تعرض يعني للسجن نتيجة واحد مجموعة من الأخطاء، نتيجة مجموعة من الأشياء ربما كتعلق بالتدبير ولا بتسيير المجلس، وربما غتكون كذلك نتيجة واحد مجموعة من الأمور اللي عندها علاقة بالأسف بالمؤامرات دارت واحد مجموعة من الناس، ومنهم الناس ديالنا على الصعيد الوطني. والحمد لله أن حزب العدالة والتنمية إلى يومنا هذا مازال ما تثبتش على شي عضو من أعضاء ديالو. كي قلتي شي فضيحه من الفضائح خصوصا الماليه، هنا كنهضروا وكنشدوا على هذه القضيه. الحمد لله الاعضاء ديال الحزب العداله والتنميه على الصعيد الوطني حتى واحد ما تورط شي فساد مالي اداري. اما الامور الاخرى اللي عندها علاقه بالتعامل وبالاخلاق، فاحنا بشر كي كنقولوا كي كيقولوا القيادات ديالنا، ممكن اننا نخطئوا في مجموعه من الاشياء، ممكن اننا نسيئوا الفهم في مجموعه من الاشياء، وكيبقى الاستمرار في العمل هو الاساس. بالنسبه للمستقبل السي مراد، احنا كلنا طموح وكلنا امل في المستقبل، خصوصا الى كان الناس اللي غيدخلوا المجلس في الولايه القادمه ان شاء الله ناس اللي عندهم نفس الطموح او اكثر من هذا الطموح، وناس عندهم فعلا استراتيجيه عمل من اجل خلق واحد المجموعه من المشاريع في المنطقه من اجل تنميه الجماعه وتنميه الاقليم، لان ما كاينش شي جماعه اللي منفصله على الاقليم،
راه ملي كنميو واحد الجماعه معينه وهنا كنوجه واحد الرساله قويه للسيد رئيس المجلس الاقليمي ومن معاه، ان الا نميتي ولا الا قدمتي شي حاجه للجماعه تحددا، لو كان قدمتي شي حاجه للجماعه تحددا في هذه الفتره اللي دازت، راه ما كنتيش غتفيد الجماعه ديال احدادا فقط، كنتي غتفيد الاقليم ككل. حنا كلنا طموح، وانا شخصيا حنا في فريق العداله والتنميه عندنا برنامج عمل جد ربما نموذجي بالنسبه للاقليم ككل. عندنا مجموعه من المشاريع، نعطيك غير بعض المفاتيح وماشي مشكل، حتى الناس الاخرين اللي غيدخلوا المعترك السياسي يستعملوها ماشي مشكل. عندنا المنطقه ما فيهاش سوق، ما فيهاش سوق، وكاين بعض الاسواق وبعض المحلات، ولسوء الحظ انني قدمت بهذا المشروع وكانت بقعه ارضيه اللي صالحه لهذا السوق وغتخلق واحد التنميه تجاريه واقتصاديه في المنطقه، ولكن ما كانش هذا الشيء. وكي قلت لكم راه كاين اكراهات، كاين الناس اللي ما باغيينش التنميه في جماعه تحددا، ما باغيينش الجماعه انها تكون حتى هي تكون يعني من الجماعات المتطوره. واللي شكون هما؟ كاين ناس كي قلت لك سمينا اسماء بمسمياتها وخلينا نعريو هذا الطاجين. الان جل المواطنين الساكنين في احدادا وجل المواطنين الناظرين عارفينها وعارفين هاد الاشخاص، ما غنغطيوش الشمس بالغربال ولا ما غن كلشي باين. أعطيك مثال، أعطيك أسماء. كاين الحاج بوعرفة، مع احتراماتي لهذا الشخص كشخص كسياسي، ولكن ما استطاعش أنه يقدم شي حاجة لجماعة حدادا فيها خلال هاد الولاية اللي كان فيها في المجلس الإقليمي. كي قلت لكم حتى هو طلع من خلال الصناديق ديال حدادا، طلع كعضو في حدادا وطلع كعضو في المجلس الإقليمي، ما استطاعش أنه يقدم شي حاجة. مع العلم أننا في الدورات عديدة ومتعددة وجهنا له الكلام وجهنا له الرساله وطلبناه باش انه يدخل ويحاول انه يعطي لنا غير حقنا. هادشي اللي كنطلبوا، راه ما كنطلبوش شي حاجه خارج الحق وخارج القانون. هادشي اللي قلت لك بالنسبه للمستقبل، عندنا مشاريع جد مهمه. كان عندنا مشروع ديال مشتل عمومي، فكره ربما كانت فريده من نوعها، ما استغلوها ناس اخرين اباطره ديال الفلاحه والاباطره ديال في المنطقه، استطاعوا انهم يديروا مشاريع ريوسهم في المنطقه وفي الإقليم، في حين أنني أنا قدمت بمقترح من أجل خلق مشروع مشتل عمومي، خصوصا كي كتعرفوا أن الحمد لله الناظور ولا كاع جرادي، خصوصا بهذا المشروع ديال مارتشيكا وبهذا الكورنيش. كانت فرصة أن الجماعة تكون عندها يعني عندها مشروع وعندها مستثمر وعندها معامل تعامل قريب لها وفي الجهة ككل. ما استطعناش اننا نخلقوا هذا المشروع. وعندنا مشروع اخر، مشروع ربما يكون نموذجي كذلك في الاقليم، هو مشروع خلق منطقه صناعيه خاص بالصناع التقليديين الحرفيين، نجاره، كنهضروا على النجاره، كنهضروا على الالومنيوم، كنهضروا على الحداده، وهذه من مستملحات ان احدادا السبب ديال التسميه ديالها حيت ان الجماعه كانت معروفه ولا المنطقه ديال احدادا كانت معروفه بالحداده وعليها تسمات احدادا. ومن هنا انطلقت هذه الفكره ديالي ولا ديال الفريق اننا ندير واحد المنطقه صناعيه خاصه بالصناع التقليديين اللي كتعطي الرمزيه ديال احدادا، وفي نفس الوقت كتجمع واحد المجموعه من الصناع التقليديين واحد المجموعه من الناس التجار اللي كيشتغلوا في هذا الميدان، انهم يكون عندهم رواج اقتصادي مهم، واننا ننميو المنطقه بشكل عام. وهذه المنطقه اللي كنت اقترحتها انا السي مراد، شتي دابا منين دايز الطريق المداري وفوق منها كاين اراضي الاحباس، كاين اراضي الدوله اللي ممكن اننا نديروا فيها مجموعه من المشاريع، ولكن لسوء الحظ او لسوء تدبير او لسوء تفكير بعض المسؤولين في الاقليم ما عطاوناش يدهم، وربما غيعطيونا يدهم في المستقبل، وحنا يدنا ممدوده لجميع المسؤولين، جميع الغيورين على هذا الوطن كمسؤولين كعماله، كالسيد العامل المحترم اللي كنشكروه وكنوهو بالعمل ديالو في هذه المناسبه هذه، وكرجال السلطة وكجميع المصالح الخارجية اللي كتشتغل في الإقليم ككل. عبد الناصر وليحي، الحاج عبد الناصر وليحي رئيس الجامعة الحالي، ربما البارح ومول البارح دولة الصحف المحلية مجموعة من الأخبار اللي كتتعلق بالالتحاق ديالو بأجنحة الحمامة، كل واحد باش تما هذا الالتحاق هذا إلى التحق بشكل رسمي، هذه حريته.
انا كنت جريت معاه لقاءات في هذا الموضوع لاننا عايشين في الناظور وكنسمعوا مجموعه من الاخبار ومجموعه من الاشياء كيداولوها الاخوه الزملاء الصحفيين والناس اللي مهتمين بهذا الشان العام المحلي بشكل عام. هو حاليا ما كاينش شي حاجه رسميه من عنده كيصرح بها ولا شي حاجه مكتوبه رسميه، ولكن الى التحق فاحنا ما عندنا معه اي مشكل. العكس، دوزنا معه ولايه كانت ربما كانت تجربه، كانت فرصه اننا تعرفنا واحد على واحد الشخص ربما اللي كان في المستوى من ناحيه القانونيه ومن ناحيه تدبير مجموعه من الاشياء اللي متعلقه بالجماعه. وحنا كسكان جماعه حدن كنشكروه، والى التحق كنتمنوا له التوفيق مع الحمامه او مع اي حزب اخر. وحنا حزب الحريه بالاساس، العضو ديالنا عنده منين كيجي لعندنا ومنين كيلتحق بالحزب كيجي بحريته، ومنين كينصرف ولا كيختار واحد اتجاه اخر كيمشي بحريته. ما كنفرضوا على حد مبادئنا ومنهجنا في الاشتغال من خلال التسيير ولا من خلال التنظيم، وما كنفرضوش على حد انه ما يمشيش. هذا الشيء اللي